الله يخليك. بس أقول لك شيء واحد، أنا الآن مستعد أتحداهم. هم مش يقولون أن سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه لديه معجزات، وأنه يتحكم بذرات الكون؟ طيب قبل أسبوع حدث حريق، حدث حريق في قبر سيدنا الحسين. ليش سيدنا الحسين ما طفى الحريق وأجت المطافي طفته؟ كان يطفي القبر تبعه. لا الظاهر كان رايح التشكة، الله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضلي معي. أنا محمد من العراق وأعيش بألمانيا. شيعي ولا سني أستاذ محمد؟ لا مهتدي الحمد لله. الحمد لله الذي هداك للحق. الله يخليك يا باشا. أنا هذا خلاتي أستاذ محمد المهتدي بطل. أعرف أنا بتابعك مباشرة من ألمانيا. متشرف بك. أنا أأكد لك يا باشا، لو تظل من هنا لبعد سنة ما راح يطلعون، لأنهم مو شجعان. أحسن. لأنهم ما يمتلكون الشجاعة. أولا قضية سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب قضية فكرية. سيدنا الحسين دافع من أجل الحق، من أجل نصرة الإسلام، ما دافع علشان اللطم والبكي والنياح. أحسنت يا سيد الكريم. هذه القضايا كلها بدع هندوسية، بدع بوذية، لا علاقة لها بالإسلام. نعم. أنا أقول لك، أنا كنت قبل 20 سنة يعني أسوى هاي الأفعال كلها. وكانوا والله العظيم تعرف شو بيقولون؟ يقول لك هذه الأفعال أنت تدخل على الجنة مباشرة، تلاقي الحسين ماسك لك كاسة المي واقف لك على باب الجنة. صحيح صدقت. وكل هذه الأفعال كذب. كانوا بيقولون اذهبوا إلى المملكة العربية السعودية وتسمعون أهل السنة يشتمون سيدنا علي وأمنا فاطمة وآل بيت الرسول على المنابر. عاشرت السنة، سافرت إلى مصر، سافرت إلى السعودية. أكثر أشخاص ناس يحبون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل السنة، وأكثر أناس يسيئون إلى الإسلام وإلى النبي وآل بيت النبي وأصحاب النبي والإسلام والقرآن هم الشيعة. أحسنت. هذه حقيقة واقعية. الحمد لله. والله العظيم الآن دائما في الحلقات. الله يخليك. بس أقول لك شيء واحد، أنا الآن مستعد أتحداهم. هم مش يقولون أن سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه لديه معجزات، وأنه يتحكم بذرات الكون. طيب قبل أسبوع حدث حريق، حدث حريق في قبر سيدنا الحسين. ليش سيدنا الحسين ما طفى الحريق وأجت المطافي طفته؟ كان نايم. كان يطفي القبر تبعه. كان نايم. لا الظاهر كان رايح التشكة، الله أعلم. يا باشا طيب سؤال ثاني، الله يكرمك. بس لو سمحت بدقيقة واحدة، الله يكرمك. هم يقولون أنه في طفل هنا بألمانيا بقى 3 سنوات أو 4 سنوات ما بيتكلم، وهذا الطفل بعد 4 سنوات أول ما نطق قال هذا الدجال الفالي، طلع بالتلفزيون. أنا أتذكره بقناة الأنوار وبقناة، وقال إنه هذا الطفل 3 سنوات أو 4 سنوات وأول ما نطق باسم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أنا بعيش في ألمانيا. نعم. ومستعد أجيب خمس شيوخ من شيوخ السنة وخمسة من شيوخ الشيعة على حساب الخاص إلى ألمانيا. نعم. وفقط شيء واحد أريده، وأنا بتكلم بالنيابة عنك، أنا وأنت والأستاذ أشرف غريب نعلن التشيع بشرط واحد، شرط بسيط. نعم. يعطونا عنوان هذا الطفل بألمانيا بس. هذا الشيء اللي أريده. طيب والله. أتحداهم على الهواء مباشرة. وجزاك الله كل خير يا طيب. الله يكرمك يا باشا. تكرمك. والله ويا ريت هذه البرامج الهدافة يعني تظل مستمرة على طول. تحياتنا لك من ألمانيا وربنا ينصرك ويوفقك ويجزاك الجنة إن شاء الله يا رب العرش العظيم. سؤال دقيقة بكلمة واحدة، يا ريت الدعاء للشهيد المرحوم محمد صابر رحمه الله. رحمه الله ورحمه الله أخونا طارق أبو الحسن. الله يكرمك يا باشا. شكرا جزيلا يا باشا. حياك الله.